السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله خوتنا كامل كل 58 ولاية. معكم أخوكم شمس الدين. الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أنا كنت حاب نبدأ على كل حال دروس إن شاء الله في القناة تاعي إن شاء الله، ولكن كنت حاب ندير نبدأها بطريقة منظمة شوية. صح معليش، كان خوتنا بزاف ألحوا عليا على أني ندير لهم طريقة التلقين، وقال لك ورينا مادام هاد لابيرود الناس مازالها تلقم، حبوا يعرفوا طريقة المثلى اللي تنجح بها الفرق. والإنسان المربي ولا المبتدئ الجديد ولا في الميدان ماذا به تعطيله الحاجة اللي تنفعوا ليلقى بها نتيجة إن شاء الله. أنا ندير كلمات مختصرة إن شاء الله، نعطوا غير الفوائد سما كما قلنا احنا الزبدة تاع الخبرة تاعنا البسيطة، خبرة وخبرة خاوتنا. يعني الإنسان في الدنيا دي ما يديش غير الخبرة تاعه، راح يدي بزاف الناس اللي دايرين به، راح يدي من عند هذا ومن عند هذا ويخرج بنتيجة. المهم النتيجة اللي خرجنا بها في الميدان هذا هو أولا علاش الناس ماش تنجح، علاش كل عام ندريسيو وقليل ينجح، وهذه حقيقة. يعني قليل الإنسان ينجح، وحنا نقولوا كي ينجح معناتها يخرج لنا مقنين قوة، ماشي مقنين تاع شغل تاع رفد نوطة ولا رفد زوج ولا رفد 50% وما جابش الهرموني ولا ما. حنا نهضروا على يخرج لنا فرخ الله يبارك، كيما نقولوا حنا قريب للخلوي. علاش؟ أولا حنا ما نراعيوش لا راس، تسمى نجيبوا نابورت كالجان نحطوه ما يهمناش. يعني ما تلقاش انسان مثلا طاح في اليوم حفاظ يقول لك العام الجاي نخرج السلاله تاعو، هذه قليله. تما كاين ناس دارتها بصح قليله. يا ريت وكان الناس اللي طاحت في الحفاظين ما يخبيش هذاك العصفور عنده حتى يموت، روح خرج لنا فروخه منه باش نقويوا الجينات تاع التغريد، باش نقويوا في الفرخ الجينات تاع التغريد اللي تنجح لنا. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه تدخل في السن تاع العصفور. حنا رانا نجيبو عصافير تاع الخلا هذه اللي يدخلوا هادو تاع المروك، ولا تلقى انت في عمرو شهر وناس تلقى في عمرو شهرين كذا، وغالبا تلقى سمع باباه كاين واحد الكاركتير تاع فيهم، تلقى كاركتير تاع تقدر تدورو كيما حنا ينسى شكون تاع باباه ويجيب شنو. بصح في كل الاحوال ما يطلعلكش حاجه كبيره، لانه ديجا وسمع ومام حاجه اللي سمعها سمع غالبا حاجه عيانه، خاطش اغلب الشون لو يدور دوكا والطير هذا تاع لو يدخلنا وين راه يرعى، تلقى يرعى غير مع البانسون، تلقى غير مع عصافير، ماشي كيما اللي كان يرعى بهم معاهم العصفور تاع الجزائر زمان. هذه من جهه. من جهه اخرى المشكل تاع التغريد في حد ذاته، تلقى انسان يروح يتبع يطلع شون، هذاك الشون هذاك لو مطلعه هو عجبه، تسمى يتبع هو القسطو تاعو كيما نقولوا عجبه، بصح هذاك الشون ماهيش راح ينجح لك في الحي. لازم الناس تكون واقعيه، ما عندناش حنا الواقعيه، لازم ما نتخيلوش، نكون واقعيين. نحي العاطفه وروح ولي محترف. كي تولي محترف تنحي العاطفه تولي دير الحاجه اللي تنجح لك، ما تروحش دير الحاجه برك اللي تعجبك انت في قسطوك. هذه من جهه. من جهه اخرى لازم الصوت تاع التسجيله يكون صوت نات صافي، الصوت كيما نقولوا حنا تجيب مقاطع تاع خلوي ولا مقاطع، قد ما يكون الصوت تاع تسجيله مليح قد ما ينجح لك مليح. ما تروحش تجيب تسجيله مخرخشه وتقول لي هاو صاحبي طلع له هاو فلان طلع له، حنا نهضروا على احترافيه ماش نهضروا على البريكولاج. تسجيله ومن بعد كي نروحوا للتسجيله في حد ذاتها حتى وتلقاها عندها صوتها الصوت تاع التسجيله مليح وكذا، المشكل راهو في الهرموني. الهرموني معناتها التناسق، ما تلقاش تناسق في هذاك الشون، تلقى شون غير متناسق ماشي هارمونيو. كيفاش انت تعطي له الفرق تاعك شون ماشي هارمونيو تحبو يطلع لك كورو؟ زيد امر اخر وهو المهم كامل في التسجيله، ما راهو التسجيله هذيك ما راهيش مخدومه للكولاج، ما راهيش مخدومه للتلقين. لازم تروح تجيب تسجيله يكون خدمها لك واحد يعرف، ولا انت تعرف تبريكولي، ولا اخدم تسجيله ناجحه حاب يقول خدمها ايكولاج للتلقين، ما تخدمهاش باش تسمعها انت، تسمع للفرخ باش تعلمه يغني. ما تعطيلوش تسجيله تعطيلو كامل نوطات على خطرة، وما ديرلوش لي طونداري، ما ديرلوش بزاف امور ما تقول له ما رفدليش. لازم تعطيلو تسجيله مخدومه خصيصا للتلقين على يد محترف. المهم كي يكونوا هاد العوامل كامل موجوده تما نروحوا نعطوا الفرخ تاعنا يسمع، نعطوا ما نضيعوش ما ماناش نضيعوا في الوقت. وان شاء الله الدرس باذن الله لو مقبل ان شاء الله نهضروا على الطريقه المثلى للتلقين. وبارك الله فيكم جزاكم الله خير.